صممت على هالاسم. كان قدامي كذا اسم، قلت له هذا اسم أول شيء مو مستهلك. في وايد أعمال تلاقي في أسامي متشابهة ومتقاربة، لكن النون ما يعلمون مو مستهلك ولا متقارب لأي عمل. بالإضافة إلى الشخصيات اللي داخل العمل، كل واحد راح يقول لك أوريك النون وما يعلمون. فإن شاء الله تتابعونا، ما بأحرق التفاصيل، بس راح يشوفون الناس النون وما يعلمون فيها العمل. المرة تعبت على النص للأمانة، يعني اخترت نص مميز وحلو. أول ما شفته طبعا للكاتب عبد الرحمن أشكناني، كاتب طبعا جميل، كتاباته وايد جميلة، مبتدئ توه في الساحة الفنية. من كثر ما كتاباته جميلة شريت منه نصين. الحلو فيه إنه طلع عن المعتاد شوي اللي إحنا نشوفه، عند الجرأة الحلوة في الطرح، اللي دائما أنا أقول أنا مع الجرأة في الطرح، ولكن مو الجرأة المبتذلة، عنده جرأة في الطرح جميلة. تدري كوننا إحنا هني شوية الرقابة تعطينا معلومات تحفظات نتحفظ عليها. أنا من الناس أوردي من الممثلات يعني اللي دائما محافظة شوية في أعمالي، حتى تلاقيني أراقب الفنانات، هذه الجملة لا تقولينها، هذا اللبس لا تلبسينه. هذا أول إنتاج 30 حلقة درامية أكون بروحي. النص جميل جدا، نص للأمانة أنا يعني تحسست من خلال كاتب عبد الرحمن أشكناني، نص مختلف تماما. النص الجميل فيه إن هذا النص ليس فقط أنها تشمل قصة أو واقع المجتمع الكويتي فقط، هي قصة تقدر أنت تتناولها في أي قضية كانت في وطننا العربي. فالنص جدا جميل وعجبني، ونص متميز وما بي أتكلم فيه وايد. وإن شاء الله الناس راح تشوف شيء مختلف ونص جميل يعني، وإن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة اللي الناس أولونا إياها. يعني كان في أكثر من مشاورات، أكثر من شغلة، طبعا كنا مرشحين أسامي مخرجين، وكان في تجربة مع حمد البدري مع الفنان الهام فضالة في حضن الشوك أعتقد، فهي كانت من أحد الناس اللي رشحتها لهذا العمل، وعارفة أن يعني رؤية المخرج يناسب هذا النص. دون ما يعلمون مسلسل اجتماعي بحقيقة الأمر، ما أحب أبالغ ولكن أنا من فترة طويلة ما مسكت سكريبت لعمل، ما عملت فيه أي أدابتيشن. نون وما يعلمون راح يكون بالفعل نون وما يعلمون، في مفاجأة كبيرة في هذا المسلسل إن شاء الله. تلفزيوني جديد إن شاء الله، أقوم فيه بشخصية كاركتر اسمه كمال. تونا في البداية لهين في قراءة النصوص وتفاصيلها، وإن شاء الله ندش التصوير خلال كم يوم جايين، وقدم دور يعني يليق في المشاهد نقول. وأتمنى إن أكون راكب مع الفريق، كوني أول مرة أشتغل معه، وصل لي فترة بس أشتغل مع فريقي. فالتجربة بالنسبة لي جديدة إن أنا مع فريق مو فريقي من كل نواحي، يعني ما في أي صلة مع أي شخص من الإنتاج إخراج من تصوير. فهذه التجربة بالنسبة لي هي التحدي، إن أنا شلون أقدر أقدم الفن اللي تعودت أقدمه مع عمل على أرضي بين جمهوري، على أرض وأرض غير أرضي، يعني إن شاء الله أريح، لأن هم فنانين ومنتجين عارفين السوق شلون ماشي، وهذا اللي صار في الاتفاق. يعني أمورنا إن شاء الله تمام. النية الموضوع أحلى، لما أشتغل مع منتج فنان فنيا أحلى الموضوع يكون. أنا متشجع من الحين، الفريق قوي، الخلطة قوية متعوب عليها، فنانين شايفينهم قبل أكيد كلهم تعرفونهم ونعم فيهم، في وجوه جديدة راح تكون معنا في هذا المسلسل بإذن الله تعالى، راح يكون حتى دوري أنا مختلف على الأدوار اللي أنا قدمتها. أنا أقول نطرونا في رمضان بصراحة. الدور اللي أنا أسويه شوف يعني إذا في شر شوي أنا سويت، بس الشخصية شوية جديدة علي، أول مرة أسويها. اشتغلنا عملين مع بعض أو ثلاث أعمال، فعلا في كيمياء بيني وبين الأستاذة إلهام، بنفهم بعض، أنا أعرف إيه أشتبي، إيه تعرف أنا شنو أبي، شو أقول، شلون نفرش حق بعض، فهمت شلون؟ فالحمد لله هذا شيء موجود. بعدين أنا وايد أحب الفنانة إلهام، الشغل معاها متعة على فكرة، متعة. يعني اللي يشوف إلهام بالتلفزيون غير عن اللي يتعامل معها بالصج، شخصية ثانية تختلف، فأنا أرتاح بالشغل معها وايد. أنا الأمانة ما أحب أتكلم عن أعمالي لأن ما يصير أنا أمدح عمل لي، يعني الحمد لله أنا ما أدري شنو قالوا أخواني، بس فعليا العمل أقدر أقول لك عشان ما أوسع الدائرة ويديد خليجيا، اللي عندك بكل نهاية حلقة صدمة، الشخصيات فيها مفاجآت، مو ماشي على رتم واحد، يديد علي أنا ككاتب، لأن أنا كرت ترى أكتب من 2015 الدراما
اجتماعية أقدر أقول لك سسبنس شوية، يعني عشان كذي قاعد أقول لك خليجية نادر ما نشوفها، موجودة بس قليل جدا. فهذا أكيد كخط جديد خليجيا يشد الممثلين، يشد المخرج، يشد أغلب الناس اللي بالعمل معنا. بتشرف أني لثاني مرة راح أكون بمسلسل في الأستاذ الهام فضالة والفنان شهاب جوهر، فنان عبد الله طليحي، بعد مسلسل نفس الحنين. ثاني تجربة لي مع الأستاذ الهام فضالة، وأنا أتشرف أن تكون بدايتي بهذه القوة، وإن شاء الله نقدم شيء جميل إن شاء الله. ماخذ دور حلو، لا أحداثه لا خطه. صار لي فترة أتدرب أني شلون أسوي هذا الدور عشان أكون مقنع فيه أكثر للجمهور إن شاء الله.